أهم المؤشرات الاقتصادية لليوم، آخر أرقام لسنة 2018 باش نبدأها بالبورصة كالعادة. تونانديكس اللي ينهي الأسبوع الأخير من السنة على وقع إيجابي، بورصة تونس اللي سكرت معاملتها من 22 إلى 25 ديسمبر الأسبوع اللي تعدى على وقع إيجابي، باش يطور مؤشرها المرجعي تونانديكس بنسبة 0.7%، يستقر في حدود 7259.67 نقطة، اللي سجل نمو سنويا ب 16%، وشهد هذا الأسبوع تسارع في نسق المعاملات سواء على المستوى السوق المنتظمة، نحكيه على أموال مدولة بقيمة 58 مليون دينار، أو أسواق كتل الأسهم 89 مليون دينار في الإجمال، اللي تم تحقيق 7 معاملات كتل أسهم هذا الأسبوع، شملت أسهم بنك تونس العربية الدولي، شركة النقل، شركة المنتوجات الصحية وليلة، والبنك التونسي، وأحرز سهم شركة تسمات بنزرت على المركز الثاني من بين الأسهم الأكثر ارتفاع في بورصة في ظل قيمة مدولاتها ضعيفة جدا في حدود 16000 دينار، وسجلت شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية للأسبوع الثالث على التوالي نتيجة إيجابية، وتطور سهم الشركة اللي بلغ معاملتها نحو 2 مليون دينار بنسبة 10% باش يبلغ 5750 دينار. مينوت إيكونوميك، نعطيكم أسعار العملة: دولار بالقيمته بال 2.99، اليورو 3.41، جنيه الاسترليني 3.79، الين الياباني 27.098، والدينار الليبي 2.15، الدينار الجزائري 0.25، الريال السعودي 7.98، والين الصيني 0.43. مينوت إيكونوميك. رقم اليوم اخترناه هو 123، عدد القروض الخارجية اللي برمتها الدولة حسب دائرة المحاسبات، واللي في ظرف 4 سنوات وتحديدا بين 2012-2016 وقع قد تم إبرام هذه القروض لدى 16 ممول، وتتوزع القروض بين الدعم المباشر للميزانية بقيمة 9414 مليون دينار، وبين تمويل المشاريع والبرامج بقيمة 2557 مليون دينار، وتم التعبئة هذه التمويلات أساسا لدى 4 جهات منحة، وهي البنك الأوروبي للاستثمار 15%، البنك الإفريقي للتنمية 15%، والصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي 13%، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 12%. مينوت إيكونومي. نكملوا بالهيئة التونسية للاستثمار اللي تشرع في تقديم الخدمات عن بعد. الهيئة التونسية للاستثمار اللي حكيت على التصريح بالاستثمارات ومعالجة العرائض عن بعد، حيز الاستغلال عبر موقعها الإلكتروني www.tia.gov.tn، هذا يبدأ من 2 جانفي القادم. مينوت إيكونومي. كملنا مؤشراتنا الاقتصادية للسنة، ومنها كملنا حصتنا لليوم لسنة 2018. إن شاء الله نلقاكم غدوة الحي في 2019، واستناوا برمجة بارتير من ماضي ساعتين، برمجة خاصة بكم أنتم، برشة 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 كدوات ومفاجآت استنى فيكم. خليكم مع شيماء أرميلي الأخويني، نتلقاو العام الجاي. شيماء عام الجاي تلقاو. إلى أن ألقاكم تقبلوا كل تحية الفريق: مروى الجزيري في الأخرج، سمية في الأخرج التقني، ومن البيبي سارة شابو.